كشفت بيانات رسمية عن الشخص الذي يعد الأول على مستوى العالم الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست وفقا لما ذكره موقع أفاق اليوم الأحد أن أولى الحالات ظهرت في الصين قبل نحو شهرين من بدء تفشي الفيروس على نطاق واسع في مقاطعة هوبي ومركزها مدينة ووهان أواخر شهر دجنبر مطلع يناير الماضي، مشيرة إلى أن السلطات سجلت حتى نهاية العام الماضي 266 حالة على الأقل. وأوضح ذات المصدر نقلا عن نشطاء في المجتمع الطبي الصيني أن الأطباء لم يدركوا حتى أواخر دجنبر الماضي أنهم يواجهون فيروسا جديدا، مضيفة أن الخبراء بدأوا العمل منذ ذلك الحين على وضع خريطة تسلط الضوء على المراحل الأولى لانتشار الفيروس في البلاد للكشف عن مصدره. ونقلت الصحيفة يضيف المصدر أن وثائق حكومية لم تنشرها تأكيدها أن أول حالة إصابة مسجلة رسميا بفيروس كورونا المستجد وقعت في مقاطعة هوبي في 17 نوفمبر الماضي، والمريض كان رجلا في سن 55 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الصينية سجلت في نوفمبر الماضي إصابة 9 أشخاص على الأقل، هم 4 رجال و5 نساء تتراوح أعمارهم ما بين 39 و79 عاما، لكن المحتمل أن تكون هناك إصابات أخرى تعود إلى فترة سابقة. حسب بيانات منظمة الصحة العالمية فقد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الصين في 8 من نوفمبر الماضي، لكن أطباء صينيون يعملون في مدينة ووهان ذكروا في تقرير نشرته مجلة لانسيت طبية أن أول حالة إصابة مؤكدة بالوباء تعود إلى مطلع نوفمبر الماضي.